الو الو اي الحمد لله عليك يا زيت انت ومكش مقرب يا بات اسمعني راه المره ذيك كلمتك برسمي راني مغشش اي نعم مغشش يا ودي امورك هذيك يا بعلوك انت تغشش ما تغشش متفلقش مش مدخلني يا بات اسمعني باش نحكي معاك بكل ديمقراطيه راني باش نوصلها لموصلها اي نعم كيفاش ما نلقاو كان هات القضيه نتاعي ويقربوا شنو مغشش خاطر توخروا لك الجلسه نتاعك يا ودي المطلقك تزيد توخر مش هذيك المشكلة. أنا البارح كنت جاي للجلسة تاعي وأنا جاي في المطار السعودية قالوا لي راو المحكمة في تونس مقربة الشوة ما قاو كان نهار الجلسة تاعي وقربوا ما هوش مبرر بلا بلا بلول شنو كنت جاي للجلسة تاعك تاع بارا يا حبيبي براسني تحكي اي نعم كنت جاي مش نحضر في الجلسة تاعي أنا ماني الشمس مش نقعد نلعب وماشي وجاي وحضرت أموري وقصيدة تذكرة أنا غبت وخرجت الصباح معناها فك الشمس هذيك وقلت مثالش نمشي نضحي وبعد انا جاي يقولوا لي راه مقرفوا الشو ما بقاو كان نهارتها باش يقرفوا يا معلول اسمعني يا ودي مثالش احسبهم البارح كي قرفوا غلط يا ودي ما لهمش بيك جاي اسمعني مثالش هي جات حلوا المحكم بالعقد ومحفظ بالجلسه نتاعي يا ودي لا وراه سمي لا تراجع طرق نلعب معكم انا كل نهار قولوا لي ايجا وبعد يدخلوا مقرفين ما عندي ما نعمل انا معناها رجعنا اللغه تقبل ارجع غدوه وشو وهذيك ناقصه وهذيك ولا رسمي اللي جاي وقعد ولعبوا بيا ثم ما راش فيه ما جاش وكنت انا جاي وثم قرفتوا وقعدوا سيدي قرفوا وقعدوا قرفوا وزيدوا قرفوا والبوليسيه كيف مقرفين والقضاه وقعدوا كاكا مقرفين مش انا بشدني حد هكاكا انا مرضي الامور ما نفهمهاش يا ودي شوي تلقاو قلبي يا ودي اسمعني انت عاد من حق حتى هو انت شبيك المره اللي فاتت انت ما جيتش تبعث لهم في جوابات هكاكا نعم صحيح بعث جوابات المحامي بتاعي هو اللي بعث لكم جوابات والله حلو بحق المحامي يبعث جوابات بلا تسالك يا بعلول يا اخي حق محامي ولا بطاق خاطر ما فهمتش انا الحكايه ها ونهار نريد بيعطينا جواب والله ازاي ما انا نحكي معاك باهي اسمعني يا ودي باهي قول لي شنو الخط يا ودي صحيح ما عادش فيها باش نوصلها لوصل الحكايه باش نرفع بكم قضيه هنا في السعوديه وهو الاختار كما جبتكمش 10 ملايين تحضروا في الجلسه نتاعكم انا ما نتسماش وخلي واحد ما يجيش وخلي واحد محمد ما يجيش وجيب فيا كاكا وبعد نعطيهم قرفين واش منك ما يحكي معك بش سامي يا ليلى براس امك جاش سيبك كانون ويش اسمعني او كلمت توا هكا خايفين مني هاو هاو نقص تليفون 100% هما مش يطلبوا مني السماع الو الو شنو حالك يا شبوب شنو حالك بن علي معمر معمر قدامي معاك ود الخيمه ود الباديه ود الفاتح بن ستنبر شنو حالك والله كنا على حد ولا يا ميعو انا كنت عاوز تونس مالي باش نحضر الجلسه نتاعي يا اخي قالوا مقرفين والله العظيم يا بعلول انا متصل بيك على هذه الحكايه ويعني الفضاء قرب التاكسي قرب الباص اللي سوقوا في الباص قرب كل الناس قربوا الا العمال بتاع حلف النيت وهذا حلف النيت ولا حرط النار عليه 24 ساعه و24 ساعه يقصف في الرامس في باب العزيزيه شنو ما يقربوش الخدامه بتاع حلف النات وما يقربوش لعنه الله عليه هذا حلف النيت والله براش بما انا كلامك صحيح كان الخدامه بتاع حلف النيت وما ما قربوش اما غير اسمعني يا بعلول معمر ود الخيمه اذكى من حلف النيت والله العظيم راك خليهم يقربوا العمال تاع حلف النيت ولن يقصفوا ليبيا ابدا شو تحكي جدك وكيفاش باش تخليهم يقربوا العمال تاع حلف النيت والله راك تشبحها يا ابن علي هذه فكره يعني يقول مثل الفكره الجهنميه انا راه اكلم العمال تاع حلف الناتو وقول لهم انه الناتو منه قاعد يصب عليهم في السين سايس ومنه يعطي فيهم في منحه الزنتان ومنحه الخطر من بكره لما يسمعون العمال هذه الحكايه يدخلون في اعتصام مفتوح ولما يدخلون في اعتصام مفتوح ما راح يصير يضربوا طرابلس فهمت يا ليلى قداش ولا نيتو القذافي